الوكالة الوطنية للمياه والغابات نظمت يوماً للتوعية والتحسيس بمخاطر حرائق الغابات على مستوى عدد من الغابات المتواجدة بالإقليم. الحملة التحسيسية تهدف إلى التوعية بأهمية حماية الغابات من خطر الحرائق. نعرفوا أن التغيرات المناخية اللي شهدناها في الموسم الفارط أعطت اندلاع واحد العدد ديال الحرائق الغابوية على المستوى الوطني، وبالتالي رأينا أن يعني العملية ديال التحسيس مهمة من أجل الوقاية من الحرائق. أدعو يعني جميع المواطنين لهذه المنطقة والمنطقة والمغرب ككل أنهم يحافظوا على الغابة. الحملة شكلت مناسبة للتوعية والتحسيس بأهمية حماية الغابات من الحرائق من خلال تشجيع السلوك المسؤول لمنع حرائق الغابات وتعزيز مشاركة المجتمع المدني المحلي في التدابير الوقائية.